السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعاتكم تطريز، مرحبا بكم في هذا الفيديو التعليمي اللي غادي يكون خاص على تداخل الألوان. غتشوفوا معايا واحد الطريقة سهلة جدا باش تدخلوا الألوان هكذا مع بعضياتهم. على الطريقة هذه الشكل ديالها النهائي يعني كيجي بحال الخطفة. أنا عارفة الخطفة صعيبة بالنسبة للمبتدئات، يعني كتحتاج واحد السرعة واحد الخفة في اليد. هالطريقة هذه كتعطي نفس النتيجة ولكن بطريقة جدا سهلة. تبعوا معايا. غتشوفوا كيفاش غنخدم هاد الوريقات هادو بطريقة عادية جدا. ومن بعد غادي نعمرهم وغادي ندخل معاهم شي لون آخر. ملاحظة أخواتي، هاد الوريقات هادو كاملين كيعمرو الغرزة، خصها تجي بهاد الطريقة هادي هكدا كاملين، يعني غرزة خصها تجي بهاد الطريقة هادي. كنتمنى يكون واضح، يعني ماشي بتدوار المرمى ولا شي حاجة، يعني الطريقة جدا سهلة. ما غندورش المرمى ولكن الغرزة خصها تجي واقفة. لاحظوا معايا، لا تدور المرمى ولكن الغرزة ضروري خصها تجي واقفة. لاحظوا معايا، لاحظوا معايا الغرزة انها كتضرب هكذا. هادي ما فيها بس رسمو خطوط بحال هكذا الا كنتو باقيين ما كتعرفوش الاتجاهات. شوفوا معايا اخواتي، لاحظوا ان الابره كتضرب في نفس الاتجاه اللي رسمت بالقلم. غادي نزيد من الطراسي تاع هادو. حتى هادي خص هاد اللي في الوسط، لاحظوا معايا غتجي حتى هي بهاد الطريقة. هاد الغرزة غادي تضرب بهاد الاتجاه هذا. كنكمل واحد الاتجاه من الوريقة وكندور المرمى، كنخدم الاتجاه الآخر. هنايا في الوسط كنعرض وفي الراس كنجمع العراض.
شوفوا معايا كيفاش غندمج هاد اللون هذا مع لون اخر، اولا حتى جوج الالوان. مهم جدا الغرزة تجي باتجاه اللي قلت لكم، اخذوا معايا غادي نخدم بلا تدوار المرمى، ولكن الغرزة خصها تجيني في نفس الاتجاه. غادي نسالي هادي، غادي ندوز هادي، دابا غتشوفوا معايا كيفاش غادي ندخل فيها اللون الطريقه اللي قلت لكم. دابا غتشوفوا معايا الطريقه باش غادي ندخل مع هذا اللون هذا، غادي تعمروها هنا في الوسط يعني هكا، لاحظتوا معايا يعني عمرتها فتحت العراض شويه، عمرتها بطريقه عاديه جدا. دابا غادي نبدا ندخل هاد الالوان هادو مع بعضياتهم بالخياطه، لاحظوا معايا الخياطه بلا عراض، بشرط اخواتي ان هاد الخياطه اللي كنخيط تجيني مع هاد الغرزات هذه اللي كنت كنضرب هكذا واقف، لاحظوا معايا. غادي نعاود نخدم هادي، تلاحظوا معايا كيفاش غادي نعمرها بطريقه عاديه جدا، غنفتح العراض شويه وغادي نعمرها في الوسط. من بعد غادي نبقى كما قلت لكم غير الخياطه، غادي ندخل الخياطه ما بين هاد اللون وهاد اللون باش يندمجوا مع بعضياتهم. في الاتجاه ديال الغرزة اللي كنت كنضرب ملي كنت كنخدم هاد الاولاني هاد، اخدو معايا غير بالخياطة كنطلع ونهود، طريقة جدا سهلة للمبتدئات باش يدخلوا الالوان مع بعضياتهم. كما قلت لكم هاد الطريقة هادي ممكن تدخلوا جوج الالوان ولا حتى ثلاثة الالوان. لاحظوا معايا انني هاد الغرزات الاولانيين كنخدمهم بهاد الطريقه هذه، لاحظوا معايا كاملين بالاتجاه، لاحظوا معايا هنايا باش يكون الامر مفهوم وواضح، بنفس الاتجاه الاعلى، بنفس الاتجاه باش خدمت هاد الاولانيين هادو. لاحظوا معايا ملي كنبغي نخدم، ملي كنبغي نخيط بالخياطه كنوقف بحال هكا باش كتجيني سهله، وكنبقى كما قلت لكم كندخلو ما بين الاتجاه فاش خدمت في الاول غير الخياط. جدا مهم الاتجاهات،
لاحظوا معايا ندوز لهادي، غادي نخدم الغرزات يجيو للفوق. واخا غادي نعمرها بطريقه عشوائيه ولكن الغرزات خصهم يجيو للفوق. لاحظوا معايا الطريقه هذه سهله جدا بالنسبه للبنات اللي باقي ما تكونوش خطفه، وكتعطي نفس النتيجه. لاحظوا معايا غادي نعمرها في الوسط، معايا حتى هادي غادي نخدمها الاعلى، يعني الغرزات كاملين بحال هاد الاولاني اللي خدمت، يعني بحال هاد الكولور الاولاني اللي خدمت. بنفس الطريقه غادي نخدم حتى الثاني نفس الاتجاه. غادي نعمرها عادي في الوسط، من بعد غادي نبقى ندخل الالوان. غادي نبدل اللون وندوز لهادي.
كنتمنى تكونوا استفدتوا، والى اللقاء بفيديو قادم بحول الله.